بعد يوم من انفجار مسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في منطقة الغديح في القطيف السعودية، والذي راح ضحيته 21 شهيدا وجرح به أكثر من 100 شخص، أكدت وزارة الصحة في بيانها اليوم أن الاعتداء أسفر عن إصابة 109 حالات، من بينهم 21 شهيدا وقرابة 100 مصاب. فرض الأولي أخذنا، فرض الأولي أخذنا وقرنا الدواء وخلصنا من الدواء، قمنا إلى فرض الثاني. أول بسم الله عرفت علي، سمعت أنا الباب، أنا أصلي أنا في الصف الثاني، سمعت باب الألمنيوم دق، لأنه هو دخل في دخلته وين راح؟ في محل أي فرصة كانت اللي حصل، اللي حصل من مكان الشمالي في خامس صف، ولا بين تسكيرة الباب وبين الانفجار 5 ثواني. ما شفنا قوة، ما نشوف قوة انفجار قوي، طقت الأذن والأسقف تنزل علينا، هذا اللي هو الشرايع والقزاز يتكسر مال الجوانب المسجد. شعبيا تضامنت عدد من الهيئات والجمعيات الأهلية السعودية مع ضحايا التفجير الإرهابي، فخصصت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية حسابها في البنك الأهلي التجاري لجمع التبرعات لصالح متضرري حادثة تفجير الغداح الأليمة، بالتعاون مع جمعية مضر الخيرية والتي ستتولى مهمة استخدام مجموع التبرعات. كما أطلقت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية نداء خاصا للراغبين بالالتحاق بركب العمل التطوعي لمساعدة أهالي الغداح في حادثة التفجير الأليمة. يأتي ذلك فيما انطلقت في عدد من المدن السعودية في المنطقة الشرقية ومن بينها القديح في القطيف مظاهرات ومسيرات شعبية كبيرة تندد بالاعتداء الأخير.